ويستحق يونس الشلبي الإشادة أيضا. و نعود مرة أخرى إلى فريق ألف وأبو بكر عزت. يا سلام. إيه فيلم كم كلمة؟ نص نص. كلمتين. ألف واللام فين؟ مفيش. كلمة الأولانية شيل شيال شنطة. شنطة حمزة. حمزة برافو. فيلم سينمائي من إنتاج سنة 1967 وبطولة المرحوم أمين الهنيدي والأستاذ عبد المنعم مدبولي ومن إخراج حسن الصيفي. إجابة صحيحة وبنشيد بفريق ألف لأنها إجابة سريعة جدا يستحق عليها ثلاث نمر وإشادة. ثلاث نمر وإشادة. نعود مرة أخرى إلى فريق به وأحمد بدير. ايه فيلم غانو ارميه مصر ارميه فيلم غانو مين اللي بيغنيها غانو غانو مين اللي بيغنيها اوعى تبص لهم اللي بيغنيها غانو اوعى تبص لهم ما تضيعش وقتك معاهم كم كلمه كم كلمه كلمتين اول كلمه ولا تاني كلمه الثانيه الثانيه اه الثانيه ايه الحب الفرح يا سعاده ما اعترفش يا يا روحي يا عقلي لا 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 يا عيني يا حبي يا حبي يا قلبي يا فرحتي يعني انت قلبي يعني الاولانيه يا سروري يا سعادتي الاولانيه الاولانيه طب ايه يا ده النعيم انت فيه يا قلبي يا حبيبي حبيبي يا غرامي يا غرامي يا دنيا يا غرامي يا دنيا يا غرامي ثلاث دقايق دنيا يا غرامي لازم يقول قبل الجرح سوالي ما نحطش النمر لاني انا لسه ما قلتش النتيجه يا دنيا يا غرامي اغنيه من اغنيات الاستاذ محمد عبد الوهاب وفريق الف فريق بي بيستحق عنها ثلاث نمر لان الالف الاجابه لان الاجابه الف يعني النط قبل الجرس بسنه يستحق ثلاث برافو تبقى الآن النتيجة 21 فريق ألف و20 فريق ب وتبقى هذا السؤال أرجوكم الانتباه أنا هشرح لكم الأغنية أو المسرحية أو الفيلم اللي في الورقة دي الفريق اللي هيجاوب الأول هو اللي هيحصل على النمر وهو اللي هيفوز بهذه الحلقة لأن الفرق بسيط نمرة واحد مسرح تعال هنا فاروق أحسن إيه يلا تعال هنا هو فين تعال هنا غنوا يا عبد الحليم لا هنا عبد الحليم لا كده شوف تعال قدام اشرح لنا ام كلثوم ام كلثوم ولا مين ام كلثوم لا عيل طفل طفل مين اللي بيغني ام كلثوم طفل جه ماما زمانها جايه مولود تعال يا امي زمانها جايه فعلا ماما زمانها جايه هو اسم الاغنيه برافو احمد ماهر يستحق الاشاده والنتيجه النهائيه الان فريق الف 24 فريق ب 20 بنحيي ونهني فريق ألف ونتمنى لفريق ب حظ سعيد في المرة القادمة سيداتي آنساتي سادتي أهلا بكم في برنامجكم من غير كلام ونلتقي على خير.